Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak. May Allah accept all your fasting, your prayers, all of your good actions, inshallah, in this blessed month. My name is Yaman Niyazi, and I'm the Imam of the Islamic Society of Santa Barbara and one of the students of our beloved Sheikh, Sheikh Salik ibn Siddina, who is a very notable scholar who studied with one of the greatest scholars well known in the Muslim world named Sheikh Murabit al-Hajj. May Allah preserve him and lengthen his blessed life and benefit to the Ummah. I'm speaking to you today, inshallah, to ask you to support an initiative that we have on LaunchGood called Pillars of Light. And what we are trying to do, inshallah, is to raise $45,000 that would take care of over 100 students in Mauritania at Dar es Salaam who are learning the Quran, who are learning fiqh, who are learning hadith, who are learning all the different sciences and disciplines of the religion, and so that inshallah they can be sources of light and they can be the light to the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now many of these students know that I just came back from there 3 months ago on a journey. I saw them that they are students who do not have money, their parents are very poor, they don't have enough money to support them. These students rely on wonderful and generous donors like yourself. May Allah bless you and reward you to support them. We have over 100 students there at Dar es Salaam who are currently studying, and the Mahdar of Dar es Salaam provides the students with education, it provides them with food, with shelter, all of which they really don't have without your support. So this is a grand opportunity, and I believe one of the most important of the initiatives that is out there, inshallah, in this blessed month of Ramadan, because it is rooted in reviving our religion. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي يا على الصلاة حي يا على الصلاة حي يا على الفلاح حي يا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فما صحت به الروايات. وقد قال من اتراه تنازعه اللهم بما يسر النجاة. حينما أتى طالب يريد العلم يقال له لا بد أن تقرأ العقيدة. وشائز عليه فعل ممكن، شائز على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الممكنات بأسرها وأن يتركها في العدم. ممكنات كأن يرزق الناس أو يميتهم أو يعافيهم أو يبتليهم أو يأتي بالمطر أو يزيل هذا الكون من أصله أو يتركه، هذا جائز في حق الله تعالى. وتركه جائز في حقه فعله وجائز في حقه تركه، يعني إن لم يشاء لم يكن واجبا لرسول الله. حينما قرأت العقيدة تقرأ فرض العين كابن عاشر والأخضري، هذا لا تمام. إذا خاف الإنسان ضر مرضا أو زيادته أو تأخر بر، إذا كان بتجربة منه أو بإقبال طبيب هذا يجوز له التيمم، لكن ذلك جواز مفصل فيه. إذا كان يخاف شديد أذن أو تعطيل منفعة كعماء أو صمم هذا يجب عليه التيمم. ثم الرياء والعشب سمعة وحسد. الحسد هو أن تحب زوال النعمة عن غيرك، تحب واحد عنده علم والله عنده جاه ولا عنده مال تحب أنه يسول عنه ورفع الله يسول عنه، تحب أن تفعل ذلك، هذا حرام يا ظاهر. البغض واحد تبقى. إذا كان يحفظ القرآن يبدأ بخليل، وإذا كان يحفظ القرآن يبدأ بالقرآن، لابد أن تكون ملتزما بالسنة ملتزما بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم وعظمة محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون يقول له لابد أن يكون أولا في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. أيكم يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أحب إليك أبوك وأمك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يجب أن يكون أولا، ولابد أن يكون ممتثلا لأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لباب واحد يتعلمه الرجل أحب إلي من ألف من الركعات. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مجلس علم واحد أحب إلي من عبادة 60 من السنوات. فلولا العلم ما سعدت رجال وما عرف الحلال من المحرمات. اطلبوا العلم واطلبوا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منهم كما قال أشرف المخلوقات. فإياكم والعبادة بدون علم فإنها معصية وتضيع أوقات. أنت تسأل عن ترتيب الطلاب هنا؟ هذا الطلاب يأتون غالبا في قبل صلاة الصبح الفجر، يبدأون في قراءة الألواح. يقرأ طالب أولا اللوح، هذا هو اللوح، يقرأ يحفظ كتبته الكتبة درسه ويحفظه، والدرس الثاني والدرس الثالث، ومن بعد ذلك ينتهي من اللوح يبدأ يكتب درس جديد. ها؟ يفتح الرسالة شو؟ يحفظه هو أيضا في الساعة تقريبا 10 أو 9:30، وبعد ذلك يبدأ بقراءة ما يحفظه من القرآن، وبعد ذلك إذا كان الساعة 11 أو 11:30 11:30 هو أيضا بعضهم يكتب أسماء الله الحسنى، وبعضهم يقرأ السيرة النبوية، وبعضهم يقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان خير الخلق أبهرا طلعة من البدر بل من شمسه هو له جميل. الحمد لله الذي بأحمد، الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم ناج من هدى، هدى إلى أقوى من هدى. وبعد ذلك يذهبون للاستراحة،
تقريبا في الساعة أغلب الأحيان الساعة الثانية عشرة والحادية والنصف حادية عشرة ونصف، وبعد ذلك يأتون صلاة أذان الظهر، يقرؤون أيضا دروسهم ويذهبون صلاة بعد صلاة العصر، وبعد ذلك يأتون قبل صلاة المغرب ويبدأون أيضا بقراءة دروسهم، وإذا كان بعد صلاة العشاء فهم يذهبون وينامون. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الآيات المحكمات. وقال الإمام البخاري: باب العلم قبل العمل. قال شراحه: لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله تعالى فيه من كلام العلماء الأثبات. فإياكم والعبادة بدون علم فإنها تضيع أوقات. طلب مني أسأل الله كيف يسألني عن حال دراسي أولا مع الشيخ السالك. أولا ذهبت مع الشيخ السالك عندي 10 سنوات، ذهبت إلى مرابط الحاج، والآن أقرأ على مرابط الحاج اللي هو الشيخ السالك الآن. الحمد لله بدأت نقرأ عليه من أول القرآن حين انتهى القرآن الحمد لله. قرأت عليه الرسم المبرر وأخذت عليه الإجازة للشيخ السالك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الشباب، وكيف حالكم مع الدراسة وطلب العلم؟ الآن محمد أسد الله يريد شيئا عن كيف يعني الناس في موريتانيا يحفظون القرآن، وكيف يعني تفاعلهم مع قراءة القرآن، يعني لأن الشخص إذا أراد أن يحفظ القرآن في موريتانيا يقولون أن حفظ القرآن بالإتقان وبالتجويد يعني لا بد أن يكون في اللوح. عندكم في أمريكا تظنون أن أو في جميع الدول يعني خارج بلدان موريتانيا يعني أن حفظ القرآن أنه في المصحف، يعني يقولون أنه أسهل في المصحف. نحن عندنا في اللوح يعني يكون مع إتقان، يعني إذا أردت أن تحفظ القرآن يعني تكتب يوم ثمن أو إثنان، يعني تأخذ المسبحة تقرأ يعني كما شئت يعني 100 مرة أو 70 مرة أو 50 مرة أو 40 مرة كما شئت أنت، وبهذا ستكون إن شاء الله من الحافظين القرآن. نعم صحيح يا صاحبي. لا صعب جدا،
صعبين جدا. نعم جدا صعب. نعم نعم صعب. صعب جدا. نعم صحيح. لماذا؟ الجهاز هناك صعب جدا، لأنك عندما يعني تحفظ القرآن لابد أن تكتب الرسم وأيضا الحملة وتقرأ. إذا عرفت هذا أيضا جدا كنت متقن. لو الحملة التي يعني أقرأ أنا الآن هذه يعني تبقي البعض منها بيسبوا تسبوا كذا اجتنبوا له استحبوا جابوا كسبوا يعني هذا الألفاظ وذي 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 وبذي يذي الذي ذي تتأخذ له تأخذ يعني بهذه الألفاظ يعني هذه الحملة والرسم أيضا. وإذا انتهيت من هذا أيضا لابد يعني أن تكتب القرآن أيضا مرة أخرى من رأسك يعني نقول له السلكة. Right now he is writing everything from his memory. He's not looking at any Quran, any Mus'haf. Mus'haf is closed. He's doing all from his memory, mashallah. يعني انتهيت الصلاة من القرآن بعد هذه تقرأ المقرأ في أحكام التجويد وفي هذا أيضا. وبعد ذلك يعني تكتب مولي شيء تكتب بعض الكتب والشيخ يعني ينتظر ينظر الشيخ حتى يأتي الوقت يعني تأتي وتقرأ مرتان أيضا. تعرض برواية قالون وورش النافع أيضا. إذا كنت تتقن قراءة ورش وقالون تأخذ الإجازة. نعم. الحمد لله رب العالمين والسماوات خالق الكون من العدمات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الكائنات وعلى آله وصحابته وأزواجه الطيبات الطاهرات. أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أنه أشد من العبادة بالجهل كلام الجاهلين في العلم بدون أزمنة طويلة ومجالسة العلماء الأثبات. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الآيات البينات. وقد حفظ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى موطأ مالك رحمه الله تعالى في سبعة أيام فجعل أجلس بعد ذلك مع مالك تسع سنوات. وهكذا فعل الإمام مالك مع ابن هرمز فقد جالسه من الصبح إلى الظهر ما يزيد على عشر سنوات. وليست مشايخهم فقط هؤلاء العلماء الأثبات. فأسوأ شيء في هذه الأيام كلام الجاهلين في الكتاب والسنة بدون مجالسة العلماء ومعرفة الآلات. قال ابن عيينة للقرآن الحديث مقلة إلا للفقهاء الأثبات. وقال ابن وهب رحمه الله تعالى تطلعت من الحديث ولولا مالك وابن عيينة لكنت من أصحاب الضلالات. فإياكم والجرأة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه بغير معرفة العلوم وأزمان طويلة مع الراسخين الأثبات. أنار الله قلوبنا وقلوبكم باللوامع المنيرات وأفاض علينا وعليكم من بركات كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة إلى يوم الممات واجعل سكانها عبادك الصالحين والصالحات واجعلها راحة الضعفاء والمساكين. يغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حج على الصلاة حج على الفلاح قد قامت الصلاة اللهم